جيت في مره هنا تعبت ورحت مستشفى، حسيت ان انا بكل اسف في زريبه مش في مستشفى. دورات المياه المؤاخذة وحشه جدا، حاجه مهزله. التغذيه الصواني بتيجي مش مغسوله، مش متغطيه، متغلفه كده كيس بلاستيك، حاجه نظيفه، ملاته ما بتتغيرش. مستشفى فيها غلط كتير قوي. وبص من البلكونه بتاعت العنبر الاقي تحت بلاوي قذر. المشاكل اللي لازم يكون معاك واسطه، معاك واسطه هتخش وتكشف وتاخد علاج، ما معكش الواسطه استنى دورك. يعني الناس بتبقى راده ويقول لك ان شاء الله القرار جاي بعد 10 ايام، تقعد 21 يوم وشهر خلاص يكون عدم. طب الدنيا يا عم حقنا، طيب من عندك سلف ولا الدنيا اي حاجه؟ يقول لك لا لما يجي قرار. عايزين دم ومفيش اهتمام، تشتري على حسابك من بره الدم. كيسين الصفائح ب 1100 وكيسين الدم يعني على حسابك كله. الاشاعات يقولوا لنا من بره والتحاليل من بره، وكاتبين لنا على حقنا ب 1620 اخدها كل اسبوع. اجيب انا منين؟ انا اسرق؟ عمري ما فكرت ان انا اتعامل مع مستشفى حكومي، لان الداخل مفقود والخارج مولود.